ونعود لمسابقة المتوازي الصيني الأخير جيو وي يانغ. هل يغير المعطيات كابتن محمد يوانغ؟ إذا وفق بدون سقوط بدون أخطاء كبيرة سوف يحافظ على المرتبة الأول كما هو تأهل من هو حاصل على المركز الأول في البطولة التأهيلية 15-500 من 20 درجة. إلى الآن اللاعب يؤدي حركات صعبة، أداء جدا راقي، هنا لفتين خلفية مكورة داخل العارضتين، هنا كذلك حركة ذات صعوبة عالية من تحت العارضتين للأعلى، وقوف على اليدين، تقير نصف دورة عظمى، يجب أن يثبت ثانيتين لكي يعترف بالحركة. تقير هنا الارتكاز، حركة صعبة، الخروج لفتين منحني. هذا إذن جو ويانغ الذي تأهل جيو في المركز الأول ب 15-500 والآن ينتظر، قد يغير المعطيات في ترتيب هذا الجهاز المتوازي. إلى حد الآن قبل ظهور نتيجة جيو يتصدر الفرنسي يان كوشيرا 15.200 والمركز الثاني للسويسري كلاوديو كابيلي 14.900 والمركز الثالث لداني رودريغيز الفرنسي ب 14.725. قد يغير جيو الترتيب، قد يصعد إلى واحد من المراكز. نعم، إذن جيو هو الأول نعم. حقق 15.275، يصعد المركز الأول ويزيح من منصة الترتيب تتويج الفرنسي داني رودريغيز. إذن يصبح النتيجة تصبح منصة التتويج على النحو التالي: الميدالية الذهبية للصيني جيو ويانغ ب 15.275.